مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. آلاف السكان في المناطق الساحلية عاشوا حياة مليئة بالأوجاع والمآسي، فباستثناء قليل من الاهتمام الذي حصلوا عليه من الدولة في سنوات ما بعد قيام الجمهورية وانتهاء عهد الأئمة البائد، إلا أن الأمر لم يلبث حتى عادت الأمور لوضع مشابه لما كانت عليه الحال قبل الثورة، فالمتنفذون عادوا لممارسة الظلم، والسكان عادوا لتجرع المآسي وقضاء العمر على هامش الحياة بلا أمل في غد أفضل ولا حماية من يوم قاس طويل ومجهد. آلاف السكان الذين كانوا يعيشون حياتهم في القرن 21 بأدوات القرون الوسطى، يعيشون على الصيد بأدوات بدائية، يقتاتون بالقليل الذي يحصلون عليه من بيع الأسماك التي يتمكنون من صيدها، لكن الحرب وصلت إليهم، فاجأتهم وهم العاجزون عن مواجهة أبسط احتياجات الحياة، العاجزون عن تحسين أوضاعهم أو مقاومة ظروفها، فانكشف حالهم سريعا، لا أموال لديهم ولا وظائف ولا مصادر رزق ولا مدخرات، فجأة وجدوا أنفسهم عرايا من كل ما يستر الناس أمام احتياجاتهم التي لا ترحم، وهي احتياجات الإنسان الأساسية: الطعام، الغذاء، الكساء، الحدود الدنيا لما يجب أن يحصل عليه أي إنسان لمواصلة الحياة. قصة سليمان محمد محمود في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود. نحن نزحنا من مدينة دباب إلى رأس العرب بسبب قصف الحوثيين إلى منازلنا، ونحن الآن في مدينة العارة بغير إغاثة ولا مياه ولا سكن، جالسين في مدرسة. جينا نستقبل إحنا أول مرة أول المواد، بعدين قطعوا علينا مرة واحدة. حسنا حالة سبع شهور ده موضوع كل شيء موضوعين، حتى ما كانوا يقولوا لنا منظمة قطعوها، كل حاجة قطعوها لنا. تلاقينا لهني هي تهينا، هي أنا همسك، هي أنا هنا معزوزين مكرمين في بلادنا، الإنسان يأكله قدمة وقليمي وحنا مرتاحين، عند حنا هني في العارة لا يهبوا لنا حاجة، لنا 8 شهور مقدلين شايبة وعجوز في جيبه، لا معه بنت ولا معه ولد ولا معه أخ ولا معه بنت ولا في جيبه، وأنا مرض عندي زلاخ وزوجي تعبان، عندي هزم، عندي السكر، عندي روماتيز، عندي ها فينا الحل، الحل عند الله، نصلي ونقول يا رب الفرج فرج علينا يا رب. النازحين يعني مشتردين حرقوا من بيوتهم من مدير الدباب لرأس العارة، والآن الناس معاهم أطفال من 10 جوهال، من 8 جوهال، من 11 جاهل، الناس من فين يجيبوا؟ باعوا ذهبهم، باعوا ثيابهم، قالوا أشفقروا أشحتوا فأني بايروحوا، بلادو ما تحررات. برضو النازح يعاني من الإيواء والسكن، النازحين اليوم ليس لديهم سكن مناسب، كثير من الأسر الآن في المدارس التعليمية حق مديرية ومنطقة العارة هذه، بحيث أنه أصبحت شاغرة بالأسر، وما استطاعوا الأهالي وما استطاع مدير المدرسة وما استطاعت السلطة هنا أن تدرس الناس والأبناء والطلاب، لأنه أصبحت مكبوضة بالأسر، ولهذا نحن نطالب بإيواء، نطالب بسكن يليق بالإنسان كإنسان. الآن حنا في عيد الحجة، الناس بلا مصارع، ما فيش عنده حق العيد ملابس، ولا عنده الضحية، ولا عندهم مصروف البيت، أشياء يبيعوا الكلى حق الجهال اللي معها 10 جهال تبع الكلاية حقه تصرف بها البنية، ولا تذهب من الجوع. أول أمس رحنا لهنا لقديم هبولنا بر حارق كيس وأربعة غلاس سكر وأربعة غلاس عدس، هذا يوم 7 شهور حق يومي حق 7 أيام ما يكفيش شلينا مصر. أديس منها 70 أسرة اللي في المدرسة، اللي في المدرسة جالسين، فين بيروحوا أطفالهم؟ اللي يرقدوا برا واللي يرقدوا داخل أحيانا فين بيروحوا؟ المنظمة فضل عليه 3 شهور مي ومنع قرى، ما فيش عجزة، نحن ذا الحين ضايعان، يا من نحن مع الحكومة، يا من نحن مع المنظمة، لا من نحن مع الهلال المتأجرين، مع
من بنروح؟ كلنا هنا 250 أسرة، لدينا أطفال وأبناء يدرسون، بعضهم في الأساسي وبعضهم في الثانوي وبعضهم التعليم يعني خلاص، ما يمكن سنة سنة ونص ما فيش تعليم، ما درسنا خالص ولا يمكن. ولهذا نحن متعشمين الأمل أنه هذا العام يرتب لنا وضع صحيح لأجل أن يدرسوا أبنائنا وينتظموا في مدارس مديرية المضاربة هذه. لا ما فيش الأمان ودوه أباح، يقولوا خلاص ما لهش الأمان في رأس العارة. أنا سألش بياكلوا رمضان دزع عليهم وهما فيش معه الفطاء، يفطروا كانوا حبة ملح بلا مسمو تعضيات ولا حاجة، ينوروا من تاني عيد كانوا الناس إلا إسهال وقرش، لا علاقة فيه ولا مكافحة حق فلوس فيه ولا مكافحة حق يعني علاقة فيه. الناس وين بيروحوا يشتردوا لو الحكومة يعني ما تصرفش عليهم وما تقدرش تضمن بهم لرأس العارة، توديه للمحيين وأنا تصرف بهم. لأن بيوتنا تهدمت ومصالحنا دمرت وأصبحت المنطقة غير صالحة بالبتة لأي استقرار، حتى أنه أصيبت طفلة يعني صبرنا وكذا، كنا نقول لعل وعسى بعد أن أصيبت هذه الطفلة ومعروف وأسعفوها إلى منطقة العارة هنا ماتت، نزحنا من ذباب وتركنا كل مصالحنا وراءنا. بالنسبة للتعليم حرمنا من التعليم تقريبا عام مضى، أتينا إلى بعض المناطق درسوا أولادنا من نصف عام، وأي كلام، الدراسة غير مناسبة، الطلاب ضيعوا سنوات عمرهم الدراسية كلها في خلال هذه الفترة، تقريبا الآن نحن داخلين في العام الثاني من النزوح، تعليم سيء، ما فيش تعليم، ما فيش أي تجاوب من ناحية التعليم هذا، ما فيش معانا نشرب، ضايعين، حفلنا هذا البير تقبلنا قراتي ملقهال سيالون طرشهم روته، ضروري نشتي ماي، ضروري شم يساعد، احنا تعذبنا من داخل بلادنا لا هنا، ضروري ان شاء واحد يتابع بعدنا. على مصاريف على ما فيش معانا داخل البيت راشام، ما فيش مشكاية مش كزي بلادنا، ضروري ان شاء تبعت بعدنا تابعوا بعدنا. انه المي اللي اصبحنا نستخدم من ابار يدويه داخل المدارس بجانبها داخل المنطقه متلوثه وملوثه، ولهذا نحن نطالب كل الجهات المعنيه وكل المنظمات انه توفر للنازح ماء شرب نظيف. وربما الناس الباحثون العلم قد زاروا هذه الابار التي نستخدم منها المياه للتنظيف والتغسيل، وهي غير صالح لاي شيء، مياه معكره عفنه غير نظيفه. أنا تعبانة مريض وما لقيناش أمن، فضلا منها ربحنا لأبلادنا عشان نرجع لموطننا، في شيء قبرنا حل يا عاروحنا، والله يهب لنا معاشات والله يهب لنا عاثة، لنا 8 أشهر بدل السهل اليوم. بالنسبة للصحة نعاني من أمراض، يعانوا أولادنا من أمراض، نعاني الأسر كلها تعاني من أمراض، ما فيش معنا إمكانيات أن نشتري علاجا، لأنه جالسين أعمالنا ومصالحنا في ذباب، لأن أكثر الناس هنا إيش أعمالهم اصطياد وتركوا كل ممتلكاتهم في ذباب، وأتوا هنا والآن جالسين يأملون الله سبحانه الرجاء بعد الله سبحانه وتعالى. الجهات التي تدعم والمنظمات الداعمة، ولهذا نحن نأمل أنه إيش حتى الوضع الصحي يتحسن، أنه المفترض أن النازح يحصل على إيش على دعم من العلاجات والكذا لكي يقدم إليه، لأنه لا ليس لديه أي فلوس ليشتري، لأنه هو عاطل، أصبح عاطل جالس. طبعاً مش فرص على اقتضت على النازحين في البداية من الخيصة ومن فقوم ومن صلاح الدين، وبعدين من الجنب الثاني من البندب وكهبوب وذباب والشكيرة والوازعية، وطبعاً مش في هذا الوحيد اللي اشتغل في المديرية يعني ليل ونهار، توقفت كل المستشفيات المديرية إلا مستشفى العالم. فعد في عدل، عد في شفقة، عد في إن تقف الإيمان في قلوبها، إلا ما فيش حلحتنا له نصوم وخلاص. إذا الحين المنظمة عليها ما تقدرش تكفي عليهم، والدولة يعني تشرد بهم يعني لاقين يعني من بلاد الأبلة يعني ينزحوا أباح، يروحوا عند عمر قولي أحسن المنظمة حق أباح صرفها وقدم لهم فلوس. والنازحين ما زال النازحين أكثر من الساكنين، وكل يوم تزايد برضه إلى جانب ذلك عندنا أفارقة مهاجرين يعني يصروا للمستشفى هذا، وطبعا ينقلوا أمراض مثل الإسهالات، نقلة الإسهالات مما يسبب في النزوح والذا، وعندنا عدة أمراض موجودة الآن في العارة بسبب الأفارقة هذه المنتقلين،
ولا توجد عندنا برضه امكانياتنا الشحيحه لا زالت، وعندنا ما في سياره اسعاف، ولدينا نقص من المعدات ومن الادويه. نامل بمواصله المشروع وتسير العمل. المياه ملوثة والغذاء والدواء والكساء معدوم. فرص العمل التي كانوا يعتاشون عليها حالت بينها وبينهم آلة عسكرية في البر والبحر، وأصبحت حياتهم كما رأينا في الفيلم الذي عشنا فيه بعضا من تفاصيل معاناتهم. هذه الأسرة وجيرانها ليسوا سوى شريحة عشوائية لعشرات الآلاف من أسر النازحين الذين حرمهم النظام السابق من حقوقهم في الحياة الآمنة سابقا والمواطنة المتساوية. سرق فرصهم في التعليم، حرمهم من حقوقهم الاقتصادية، زور إرادتهم السياسية، فعاشوا على هامش الحياة في أطراف البلاد بين البر والبحر، مواطنون محرومون من كل حق في المواطنة، وهم الآن نازحون يعيشون كل أشكال المعاناة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالصحفي والناشط الحقوقي أحمد مكيبر، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي والصحفي أحمد مكيبر. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله، حياكم الله. شاهدنا قبل قليل قصة أسرة من الأسر التي نزحت من منطقة ذباب إلى رأس العارة وتعيش حياة صعبة بلا مساعدات ولا إغاثة. هل لك أن تخبرنا عن سكان المنطقة، كم أعدادهم وكم الأعداد التي نزحت من السكان الأصليين؟ في البداية دعني أولا أرحب أشكركم على هذه اللفتة الكريمة في هذا البرنامج، لست لوحدك، وشكرا لك يا أستاذ عبد الله. هذا واجبنا، هذا واجبنا أستاذ أحمد، اهتمامك بهذا الموضوع، خاصة هنا نحن في ساحل مدينة تعز أو ساحل محافظة تعز. كما تعرف أن اليوم هو عيد ثوري سبتمبري، وكان من أهداف تلك الثورة القضاء على الجهل والتخلف، لكن نحن نعيش في مديريات ساحل تعز بالتحدي كلها، سواء المخا، المندب، ذباب، موزع، الوازعية، كل المناطق الساحلية التي تتبع محافظة تعز لا زالت تعيش وتنزح تحت وطأة ذلك الداء، وهو الجهل والتخلف والبطالة وكثير من الأمور. فيما يتعلق، أعود بالسؤال لما يتعلق بالحديث عن منطقة ذباب باب المندب، وكذلك الأسرة التي شاهدتموها في خلال تقريركم. ما هو إلا قليل من مما يحدث، كما تعرف أخي الكريم وكل المشاهدين، بأن عدد سكان، أو كما هناك معلومات تقول بأن عدد سكان أبناء مدينة ذباب باب المندب، يعني مديرية باب المندب ذباب، يصل إلى 60,000 نسمة. هذه المديرية 60,000 نسمة، نعم تفضل. نعم هذه المديرية تبعد عن ميناء المخا بالتحديد حوالي 60 أو 64 كيلو تقريبا عن ميناء المخا الاستراتيجي. هذه المدينة تحولت أيام المخلوع صالح إلى منطقة عسكرية، فحرم أبناؤها بالتحديد مركز مديرية ذباب، حرم أبناؤها كثير من الخدمات الأساسية، من الماء، من الكهرباء، من كثير من الأمور التي غمست من حياة الناس هناك. عندما زرنا المنطقة أكثر من مرة وجدنا الناس كأنهم يقولون أن المناطق أو دول الدوار هي أفضل لنا من الوطن الذي نعيش فيه. نعم، أعود إلى السؤال أخ أحمد، عن عدد النازحين من الإجمالي اللي هو 60,000 سكان. أيوة نعم، كما تعرف أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح
قبل ايام عاودت السيطره على منطقه ذباب بمركز قبل اشهر ذباب. نعم قبل اشهر على منطقه ذباب، وبالتالي تم نزوح الكثير من المنطقه وتم احراق 65 او معذره 45 بيتا تابعا لابناء مديريه ذباب. وكما تعرفون ان منطقه هذه المنطقه كثير فيها من البيوت كلها من الخشبيه والعشش، لا يوجد فيها مباني كثيره يعني. نعم. من البيوت. نعم هي منازل لكن متواضعه او يعني اشبه ببيوت. نعم. الصفيح. لكن هل كررت المعلومه، هل تم احراق 45 منزلا من هذه المنازل؟ نعم نعم بكل تاكيد. ما يعني نحن نطالب يعني فريق حقوقي للنزول الى تلك المنطقه حيث تم احراق، واكد لنا اكثر من واحد هناك من داخل المنطقه يقولون بانه تم احراق 40 منزلا بهدف انهم كانوا مع المقاومه الشعبيه عندما قامت المقاومه الشعبيه والجيش الوطني بتحرير مديريه ذباب قبل اشهر، ومن ثم عاود ميليشيا الحوثي المخلوع صالح السيطرة عليها ونزح السكان. اذا في يعني اذا الاحراق تم حين استعادت قوات الميليشيا السيطره على المنطقه بعد يعني معارك الاخذ والرد فيها. نعم كاسلوب اجرامي كاسلوب تعذيب لابناء تلك المناطق التي وقفت مع الشرعيه ووقفت كذلك مع المقاومه الشعبيه والجيش الوطني. نعم. عندما نفروهم وكان بامكانهم الوصول الى مديريه المخا القريبه منهم. تقدمت المقاومه كما تعرف القوات الشرعيه تقدمت الى منطقه الجديد، وتم في تلك الايام سحبها والوصول الى منطقه الحريقيه التي تبعد عن مركز مديريه ذباب بحوالي 4 كيلو. ما حدث في ذباب جريمه يندى لها الجديد. نعم. يعني تخيل ان المواطن لا يملك شيء وبالتالي يحرق بيته، وكذلك النزوح كان بشكل كبير. لا يوجد الان في ذباب سوى ان هناك عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح متمركزه في جميع مداخلها وفي جميع تلك البقعه وفي جميع. نعم. تلك الزقاق والاماكن التي كان يتواجد بها الناس. لا يوجد اي نازح بالتحديد في يعني معذره، لا يوجد اي مواطن داخل مدينه ذباب، وانما النازحون ابناء ذباب هم نازحون في مناطق عده، في باب المندب، في منطقه غريره، في منطقه العرضي، في منطقه سقيه، في منطقه العاره، في كثير من المناطق. اما بالنسبه لميليشيا الحوثي المخلوع صالح ما زالت تستخدم بيوتهم لكثير من الاغراض، منها انه تم احراق 40 او 45 بالتحديد، اؤكد لك المعلومه 45 بيتا تابعا لابناء مديريه الذباب الساحليه. اذا هذا هو السبب المباشر لتهجير السكان ونزوحهم من مناطقهم الاصليه. هذا بكل تاكيد. نعم. الناس هناك يختلون باحد الامرين، الامر الاول انهم تعذبوا من خلال الفتره الماضيه وهي عدم وجود الخدمات الاساسيه. وبالتالي الناس عندما جاءت الحرب كثير منهم نزح الى مناطق اخرى خوفا على نفسه وخوفا. إذن لو انتقلنا للسؤال عن وضع النازحين الان في مناطق النزوح، هذه المناطق العديدة التي ذكرتها ومنها رأس العارة، ما هي المشاريع المقدمة لهم والمنظمات التي تتفقد أحوالهم هناك؟ بحسب تواصلنا مع الناس الموجودين هناك في منطقة غريرة وهي منطقة تتبع باب المندب بالتحديد، وهي تقرب من جزيرة ميون، كذلك منطقة العربي، وكذلك السقية ورأس العارة وكثير من المناطق التي ما زال النازحون يتواجدون فيها. نجد أن كل معاناتهم موجودة، وأن كثير من المشاريع التي روجت أنها للنازحين لم تصل حتى اللحظة. هناك بعض من الشيء، يعني بعضا من القليل
وصل عن طريق الهلال الهلال الاحمر الاماراتي الى مخازن في مديريه في منطقه غويره في في باب المندب وزع، لكنها الكميات ليست بالكافيه لان النزوح كما تعرفون له كثير من العواقب وكثير من المظاهر التي تجعل من المواطن ييأس من دور وجود الشرعيه خاصه وهو في منطقة النزوح. كما تعرفون أن أنا أؤكد لك بأن المنظمات غائبة خلال الزيارة الأخيرة لمنطقة باب المندب بالتحديد، وجدت أن كثير من المنظمات غائبة عن تلك المناطق وأن المشاريع ما تصلهم إلا القليل جدا. ائتلاف الإغاثة طير حوالي 4000 سلة غذائية، وكما تعرفون هنا في مدينة تعز لم يستفد منها المواطن لأنها تحتوي على 5 كيلو. كم بتكفي بالتحديد؟ نعم. لو جينا نتساءل ما هي الاحتياجات؟ ما هي الاحتياجات أحمد في هذه المناطق للنازحين؟ احتياجاتهم هل هناك أمور محددة لها أولوية؟ الناس بحاجة إلى كثير من الاحتياجات، أولا إيجاد مساكن إيواء لهم. هناك لو تعرف بالتحديد أن الأمم المتحدة تدعم النازحين الصومال في منطقة ما بين ذباب ومناطق رأس العرب كثير. يعني نحن خلال زيارتنا إلى مديرية الوازعية وجدنا أن منطقة اسمها الهوري أو منطقة تتبع اللاجئين صومال فيها كثير من الاحتياجات اللازمة من ماء وشرب وغيرها، بينما المواطن اليمني وخاصة الذي يعيش الآن ويلات الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي المخلوق صالح لا يوجد لديه أبسط الاحتياجات، سواء غير ما يصل إليه غير ما يصل إليه من الاحتياجات البسيطة أو من المساعدات البسيطة التي تصل بين رأس الأشهر. يعني كما أشرت لك الهلال الأحمر تبرع بقليل من المساعدات وائتلاف الإغاثة هذا الموجود، أما الناس هناك يئنون تحت وطأة النزوح ولا يوجد سوى أنهم يقولون متى سنعود إلى بيوتنا ومتى سنعود إلى أماكن أعمالنا لنقتات سقوطنا. والله إن هناك مناظر جندى لها الجبين في تلك الأماكن في مناطق حرمت من الجانب الإعلامي وحرمت كذلك من الجانب الإنساني الإغاثي. وكما تعرفون أن تلك المناطق هي بعيدة ومترامية الأطراف لكنها النزوح فيها بشكل كبير، وما زالت هناك تعقيدات من قبل السلطة الموجودة في عدن لا يمكن أن الالتفات لا يمكن أن يلتفتوا إليهم. نعم إذن حال النازحين اليمنيين أحمد لا يمكن أن يسمحوا لهم بالدخول. أحمد إذن أنت تقول أن حال النازحين اليمنيين في مناطق ذباب أشد وأسوأ من حال اللاجئين من القرن الأفريقي والصومال والذين يقيمون في مخيمات ترعاها ربما منظمات الأمم المتحدة ومنظمات مهتمة باللاجئين، بينما النازحين اليمنيين يعانون الأمرين. ماذا عن العمليات العسكرية؟ هل لا زالت تصلهم يعني أذى هذه العمليات في هذه الأماكن التي نزحوا إليها؟ أعيد السؤال لم يتضح لي. هل النازحون في هذه المناطق التي ذكرت في رأس العارة وما حولها هل لا زالوا يعانون أيضا من العمليات العسكرية؟ هل هناك عمليات عسكرية مباشرة قريبة منهم فوق يعني تضاعف من مأساة نزوحهم إلى هناك؟ لا يستبعد في ظل الحرب القائمة خاصة وأن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عمدت على كثير من تص من تص من تص من تنصيب قواعد للكاتوشة وقواعد للصواريخ التي تمتلكها في مناطق الساحل بالتحديد من المخا حتى الجديد واحجة ذباب. هذه المناطق أصبحت مناطق عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بين الفينة والأخرى تضرب المناطق التابعة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني من وراء مديرية أو من وراء منطقة بالتحديد من وراء منطقة الحريقية التي تبعد كما أشرت لك عن مركز مديرية ذباب بحوالي 4 كيلو، وبالتالي المواطن هو المستهدف سواء من النزوح سواء من الجانب العسكري هو مستهدف، حيث ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ما زالت تضرب. إذن أحمد لا أمان ولا غذاء ولا دواء ولا كساء ولا
أي من تفاصيل الحياة هناك في منطقة ذباب. الناشط الحقوقي والصحفي أحمد مكيبر كنت معنا لإيضاح الصورة عن مأساة النازحين في منطقة ذباب، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا أيضا الإعلامي حسين الشوتري، وهو الزميل الذي نزل ميدانيا ونقل لنا مادة هذه الحلقة. أستاذ حسين مرحبا بك. مرحبا أخي، مرحبا. حسين، أنت نزلت ميدانيا ورأيت بعينك مشاهد لم تسجلها الكاميرا، هل لك أن تطلعنا على ما رأيته ولم تستطع الكاميرا التقاطه؟ نعم أخي، نحن قمنا بالنزول إلى منطقة العارة والنظر إلى الوضع المأساوي لنازحي منطقة ذباب في مدارس مديرية العارة. فعلا رأينا ما يبكي العين ويحزن القلب من مأساة وما يعانيها النازحين في منطقة العارة من مديرية ذباب بالذات. نعم. وهم يعانون كثير من الحرمان، حرمان من أبسط أمور الحياة، حيث يعانون من سوء التغذية والأمراض الوبائية. نعم. ويشربون من الماء من المياه الملوثة. هل هناك أي تواجد لأي جهد إغاثي حسين؟ هل لاحظت أن هناك أي مشروع أو منظمة مهتمة بهؤلاء النازحين؟ لا توجد إلا سوى منظمة واحدة، هي منظمة الغذاء العالمي وجمعية الإصلاح الخيرية فقط، هي التي قامت بالنزول الميداني وصرف غذاء بسيط هؤلاء النازحين في المدرسة. لكن كمنظمات أخرى لم يتم استهداف النازحين بحكم أنهم يتبعون مديرية ذباب، فاستهداف النازحين غالبا ما يكون لنازحية الوازعية، نازحين من مناطق أخرى إليها أيضا، المنازحين مديرية الوازعية المتواجدين في رأس العارة دائما هم المنظمات التي تستهدفهم فقط. أما نازحي ذباب لم يتم استهدافهم من أي منظمة سواء جمعية الإصلاح أو منظمة الغذاء العالمي. هل تعتقد أخ حسين أن وسائل الإعلام مقصرة في التركيز على مأساة هؤلاء في تلك المنطقة؟ نعم، وسائل الإعلام مقصرة والجهات المسؤولة في المديرية هي مقصرة حول الوضع الإنساني لهؤلاء النازحين. والآن نحن في بداية العام الدراسي الجديد، فشكى إلي بعض النازحين أن هناك سيتم إبعادهم من المدارس التي هم ساكنين فيها. نعم. ليتم استئناف الدراسة من قبل بداية العام الدراسي. نعم. نعم. إذن مأساة جديدة في انتظار النازحين في منطقة ذباب مع قدوم العام الدراسي والاضطرار لإخراجهم من المدارس هناك. حسين الشوتري، شكرا لجهدك الميداني وشكرا لمداخلتك معنا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. سليمان محمد محمود، تمرست، في أمان الله.